طيب اخذك لملف تاني، ملف يافطة القرن. الناس من امبارح ما عرفاش القضية 27 ولا 29. كان في حكم امبارح لصالح الاهلي بتغريم الزمالك على استغلاله الاسم واليفض اللي شنها الزمالك مؤخرا، ولا الموضوع فين؟ هل لديك اي معلومات في ملف يافطة القرن؟ لا لا لا، هو لسه في حضرتك القضيه ما زالت مطروحه، لكن هو الاهلي ما حصلش اي تعويض حتى الان رسمي. هو كل اللي حصل، اللي المعلومات اللي وصلت للنادي الاهلي وعرفتها من كلام مسؤول النادي الاهلي، ان في انذار شديد اللهجه وصل نادي الزمالك بمضاعفه الغرامه الماليه اذا ما استمرت الافتتات لحد البت في القضيه. يعني اللي اعرفه ان تقريبا من محافظه الجيزه تقريبا بعتت انذار تاني لنادي الزمالك ان هتتم مضاعفه الغرامه الماليه في حال استمرار ده من عن طريق وزاره التموين، وان ده تقريبا خلى نادي الزمالك شويه يخفي اللافتات دي رغم التكذيب اللي حصل ده. لكن فعلا رجعوا تاني لما الامر تحول لمادة السخريه في مواقع التواصل الاجتماعي، رجع تاني نادي الزمالك رجع اليوفا دي بس بشكل تاني مختلف شويه. لكن القضيه واضح مليون في المية النادي الاهلي هيكسبها 100%. هو الزمالك عشان بس الناس تفهم نزلوا اليافطة اللي على 26 يوليو وما نزلوش اليافطة اللي على شارع جامعة الدول العربية، وبعد كده رجعت تاني اليافطة بتاعت 26 يوليو. وزي ما بيقول الأستاذ علاء، كان في إجراء من قبل المحليات متمثل في محافظة الجيزة إن الزمالك بيتعرض لمضاعفة الغرامات المالية في حالة تصميمه على بقاء هذه اليافطة، فتم تغيير الصيغة بشكل أو بآخر. أما بالنسبة للقضية فما زالت متداولة ولم يصدر بشأنها أي أحكام، ولكن بسؤال المسؤولين والمحامين في الأهلي بيؤكدوا إن تقرير الخبراء الأخير يا أستاذ علاء مظبوط. جاء لصالح النادي الأهلي، وبيؤكد إن الأهلي سيحصل من خلال التقرير اللي جه في صالحه على غرامة مالية كبيرة. فالناس ربطت ما بين إن التقرير خلص وراح المحكمة وإنه جه في صالح الأهلي، إن في حكم صدر بغرامة مالية لصالح الأهلي، ولكن هو مظبوط. المتوقع ان الاهلي بعد تقرير الخبراء سيحصل على مبلغ مالي كبير، وانتوا عارفين ان الاهلي كان طالب 50 مليون جنيه. بص يا صبروس، انا عايز اقول لك على حاجه، بس ان النادي الاهلي تقريبا، يعني تقريبا من ساعه ما احنا ابتدينا انا وانت نغطي الرياضه ومجال الرياضه وتحديدا النادي الاهلي، يعني انا لا اتذكر النادي الاهلي خسر قضيه تقريبا من ساعه دي ما انا حقيقة. وعيت على ال يعني بيدرس قضايا كويس جدا. واضح جدا جدا النادي الاهلي بيدرس القضيه كويس جدا جدا. واضح ان كمان اللجنه القانونيه في النادي الاهلي صاحيه قوي ودارسه قانون قوي وعارفه الثغرات بشكل كبير جدا. انت حتى على المستوى، حتى مستوى كره القدم، النادي الاهلي ما خسرش قضيه لاعب لحد دلوقتي، لاعب محترف يعني، اللي يمكن لاعب او لاعبين، ولاعب او لاعب او لاعبين كان لهم مستحقات ماليه، والنادي الاهلي كان عارف ان هم لهم مستحقات ماليه بس كان بيتاخر في دفعهم. يعني ما كانتش قضيه خاسرها، يعني ما كانش في لاعب شكى النادي الاهلي من فيفا والنادي الاهلي طبعا على الشكوى دي، لا كان في بعض اللاعبين بتقدم شكوى ضد النادي الاهلي لان اللي هي فسخ تعاقد، والنادي الاهلي كان بيبرد فوتها، وده لكن النادي الاهلي طوال تاريخه لم يقع عليه اي عقوبه او حتى غرامه ماليه كبيره من الفيفا. كان كل حاجه ان النادي الاهلي بيدفع المستحقات الماليه متاخره، لكن عمر النادي الاهلي ما خسر قضيه سواء مع مدير فني او مع لاعب في مسيره تعاقديه. ده بيأكد النادي الاهلي يعني واضح ان هو دارس قوي قوي قوي، عارفين اللوائح بشكل كبير جدا جدا جدا، عندهم لجنه قضائيه قانونيه بجد جديره بالاحترام. وطبعا وكان في وقت من الاوقات كان بترأسها المرحوم الكبير الاستاذ رجاء عطيه، طبعا كان واحد من اهم رحمه الله عليه، رحمه الله عليه اللي توفى اول امبارح. ف يعني واضح ان النادي الاهلي الموضوع دي النادي الاهلي ما بياخدهاش هزار ولا بياخدها فتوانه، يعني لما الاهلي بيخش في قضيه بيكون عارف ابعادها كويس وبيكون عارف هو واقف فين على ارض صلبه في القضيه دي، فبالتالي بيكون واقف على ارض صلبه شويه، فبالتالي ما بيخسرش اي قضيه. طيب يمكن دول اهم ملفين يا جماعه، انتوا يعني طلبتونا ان احنا نسال فيهم الاستاذ علاء عزت، ولكن قبل ما اسيب ملف القضايا عايز بس اقول لكم على حاجه، ودي على مسؤوليتي الشخصيه، ان الخبر الكاذب تم ضخه لمواقع كبيره ثم اشتغلت عليه صفحات سوشيال ميديا ما معروف انتمائها لمين
ومدفوعة وبتقبض فلوس، ساعدت على انتشار الخبر كالنار في الهشيم. وعلى فكرة الموضوع ده حصل في أكتر من قضية قبل كده، خصوصا بقضايا لاعبي الزمالك. يعني أنا أتذكر أحد، مش عايز أقول أسماء، أحد المسؤولين في نادي الزمالك حاليا في يوم من الأيام قال إحنا وصلنا لدرجة من الصرف المالي اللي بنصرفه على السوشيال ميديا إن إحنا بنتحكم في السوشيال ميديا مصر، وبنمشي الأخبار اللي إحنا عايزينها في الأوقات اللي إحنا عايزينها بالطريقة اللي إحنا عايزينها. ده تصريح مسجل وموجود وكلكم عارفين مين اللي قاله. وجرى العرف، هم كانوا بيلعبوا دايما على المصري اليوم، وبالتحديد عن طريق احد الزملاء، مش عايز اقول اسماء برضه، ينزل الخبر على المصري اليوم، يروح يبدا يتاخد على صفحات واسعه الانتشار وعليها ملايين، وبعد كده يبدا يروح التلفزيونات. الخبر بتاع البراءه ده تم ضخه لليوم السابع، وكان مصدره اليوم السابع، ومنه انتشر على الباقين. فأنا لا أستبعد سوء النية فيه، ولكن في النهاية هو فضيحة بكل المقاييس.